ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل معاكم حاجه كده، اكله فلاحي الناس كلها بتحبها، هي فطير مشلتت. هنبتدي طبعا مع بعض دلوقتي المقادير. هي ما فيهاش اي حاجه خالص، سهل خالص خالص خالص. كل اللي احنا محتاجينه دقيق وحبه ملح وحبه سكر وميه، بس ده بالنسبه للعجين. بعد كده لما نيجي بقى نشتغل هنبقى محتاجين سمنه بس. هنبتدي مع بعض. طبعا قبل ما ابدا، لو عجبكم الفيديو او اللي ما شافنيش قبل كده، يا ريت الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنبتدي دلوقتي مع بعض. انا طبعا لازم انخل الاول الدقيق، فانا هنخله وارجع لكم. طبعا انا كده انا هعمل 2 كيلو. طبعا انتوا تقدروا تعملوا نص كيلو كيلو زي ما انتوا عاوزين. كده انا نخلت الدقيق، هنبتدي ان احنا نحط عليه رشه ملح صغيره، بس كده احط عليه معلقتين سكر، يعني يعتبر على كل كيلو بحط معلقه. هقلب بقى وابتدي ان احنا اعجن بميه. ابتدي بقى ان انا اضيف ميه عاديه خالص مش دافيه، لان طبعا انا مش حاطه خميره. فابتدي ان انا احط ميه كده، طبعا حبه حبه، لان انا معرفش الدقيق هياخد قد ايه. وانتوا نفس النظام، كل مكان والدقيق بتاعه يعني كل نوع دقيق بيفرق. طبعا انا مش هزود، لان انا محتاجه العجينه تبقى حلوه في ايديا، مش يعني ولا ناشفه قوي ولا طريه قوي، معقوله ومش بتلزق. ولازم في اي عجنة انا بعجنه لازم بسيب شوية دقيق او كيس دقيق عندي احتياطي. يعني نفترض العجينة طريت مني، احلها ازاي؟ عشان ما بوظش الدنيا لازم يبقى عندي دقيق احتياطي. زي ما قلت لكم بزود حبه حبه كده لحد ما الاقيها اتظبطت معايا. مش هزود الميه مره واحده. طبعا كده هتحتاج ميه تاني، بس انا هحاول بس ان انا اجمع كل الدقيق عشان ابقى عارفه بقى المويه المظبوطه اللي هحطها قد ايه، لان لسه في دقيق بيطلع معايا من تحت اهو. هجمعه كله مع العجينه كده. زي ما انتوا كده انتوا شايفين لميت العجينة، هعجن بس فيها كده شوية لحد ما اجمعها كلها مع بعض. طبعا عشان العلبة اللي انا بعجن فيها برضو مش مساعداني، ما عنديش بقى غير الطبق اللي بياخد اكتر من فوق 3 كيلو، فقلت اعجن على الرخامة. زي ما انتوا شايفين هي مش بتعجن خالص، زي في الايد. في نفس الوقت انا لماها خالص.
كده هجمعها، هسيبها بقى يعني 10 دقايق كده بس ترتاح، ونرجع بقى نقطعها مع بعض نشوف هنعمل ايه. طبعا انتوا شايفين اهي العجينه جميله اهي معايا، احط لها بس يعني نقطه زيت من على الوش كده عشان ما تقشفش، يعني الزيت ده مش عشان حاجه، عشان ما يخليش العجينه تقشف اول لما اجي اشتغل فيها بس كده. طبعا هي كده ارتاحت، سبتها ارتاحت زي ما انتوا شايفين. هدهن بقى رخامه، صينيه، اي حاجه، هدهنها شويه زيت عشان هنقطع عليها اهو كده بالمنظر ده، وابتدي بقى ان انا اقطع عليها اهو كده بالمنظر ده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هبتدي بقى ان انا هعمله كله صغير او حسب الصواني عندكم، يعني انا هكبر كام واحده بس كده اللي هي تبقى الارضيه، والباقي كله بقى هعمله صغير. اهو بالمنظر ده. لو الصواني اصغر من كده هنصغر. طبعا انا عندي صاجات كبير، يعني صواني كبيره وصواني صغيره، فانا هعمل الحجمين، يعني هعمل صغير وكبير. هعمل بقى كله بالمنظر ده عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم بقى تاني. في بقى اللي مش عارف ممكن يدوروا، هقول لكم برضو على طريقه ثانيه يدوروا بيها. ده بالنسبه للبنات اللي لسه يعني بتتعلم ان هي تعجن. انا هاخد قطعه كده في ايديا واقوم منزلها كده لتحت واضغط عليها بصبعيني دول، اهي طلعتها لي مدوره من غير ما اعمل فيها حاجه. ده اللي مش عارف ان هو يعني يخليها تبقى مدوره ازاي، هو نفس النظام برضو. زي ما انتوا شايفين كده ادي قطعت كله، برضو هدهن الوش زيت عشان ما يقشفش مني وينشف. فكده زي ما انتوا شايفين، او بفرشه بايديا اي حاجه، يعني هو كله ان انا ايه ما اديهاش فرصه ان هي تقشف مني، وبرضو هريحها تاني. على فكره انتوا لو ريحتوا العجينه هتلاقيها بقت سلسه قوي معاكم في وانتوا بتشتغلوا بيها. يعني بس كده، وهغطيها بقى وبرده هسيبها لمده 10 دقايق ربع ساعه ونرجع بقى نشتغل مع بعض. طبعا كده هبتدي بقى ان انا اجهز السمنه بتاعتها. انا كده عندي زبده صفراء كنت جايباها وشايلاها في الفريزر، هسيحها واحط عليها سمنه من عندي بلدي، وهزود لازم احط عليها زيت. الزيت بيديها طراوه كده، ويعني هحط بتاع كوبايه مثلا كده. بس كده وهنسيح بقى كله ببعضه على البوتاجاز يسيح خالص وارجع له. كده انا زي ما انتم شايفين انا سيحت السمنه، هبتدي بقى انا دلوقتي ان انا اجهز. طبعا اول حاجه عملتها اللي هي الكور اللي عملتها هي اللي هجيبها اشتغل بيها. طبعا اول حاجه هعملها ان انا هرش كده حبه هنا اهو، معلش بقى كل الشغل بره ده يبقى ايديا اهو. زي ما انتم شايفين هذه من الصينيه خالص اهو السمنه، وابتدي بقى كده هاخد اكبر واحده اللي هي هتتحط من تحت، وابتدي بقى ان انا ايه افرد كده. عادي لو لطاطه تقطع معاكم كده كده هتبقى طبقات فوق بعض مش هتبين، فما تقلقوش من قصه ان هي تتقطع ولا الكلام ده، تقلقوش منها خالص. اهم حاجه تبقى الرخامه فيها سمنه او زيت، ونفس النظام في الصينيه، كل ده هيجريها معاكم. اهو ناخدها هنحطها كده
بس اهم حاجه ان انا ما اخليش الحروف بتاعتها تبقى متنيه، بس هي هتلم تاني. بس ده بقى بالنسبه لي كده ايه، نفس المكان برضو اهو. لازم السمنه تبقى معايا سايحه، ما تبقاش مجمده، يعني تبقى فيها سنه دفى شويه، تكون دافيه. احطها فوقيها برضو كده عادي بقى، كده كده انا لسه هفرد في الاخر. اعمل برضو نفس النظام، اللي بيقطعها هي الدبلة، هي اللي بتقطع، خليها تتقطع. هنا زي ما انا قلت لكم برضو ريحتها اهو. على فكرة انا مش بعمل بعدد، يعني انا اللي معلماني الطريقة ديت هي ماما، مامتي انا مش حماتي، هي اللي معلماني ان انا اعملها كده، يعني لان احنا من الفلاحين وانا يعني افتخر ان احنا فلاحين. انا موجودة هنا بس اهلي بابايا ومامتي يعني من الفلاحين وكده، هم موجودين هنا. هي اللي علمتني. طبعا في طريقة تانية ان انا بعمل الفطيرة واحدة وبطبقها، بس دي محتاجة طبعا ترابيزة كبيرة او طبلية، ده مش متوفر بقى عندي. يعني انا عندي بس يعني طبلية موجودة بس مش موجودة عندي هنا او منستعملهاش كتير. يعني احنا عندنا بس محطوطة بصراحة فوق السطح، ما بنستعملهاش خالص. انا هقلع واقدمها كده لان هي اللي عماله تقطع لي في العجين. انا ما بعملهاش بعدد زي ما انا بقول لكم. انا باخدها بالشكل كده بالسمك بتاعها، اول ما بلاقيها خلاص يعني حسيت ان هي سمكها كده حلو. طبعا السمنة الصفراء على فكرة بتبقى بتدي طعم تاني للفطير، يعني جربوها بتخلي طعمها جميل وكمان ريحتها. طبعا كل كام طبقه كده بقوم جاي حبه سمنه كده ورشهم بالمنظر ده، عشان تبقى يعني السمنه فيها هي عامه الفطير بيحب السمنه. فكده برضو كل كام يعني احنا مفروض، بس هي بتبقى سمينه قوي يعني او تقيله، المفروض كل مثلا فطرتين كده يعني كل طبقتين بحط عليها سمنه. فانا برضو ايه مش عاوزه ان انا اتقلها واخليها كلها مليانه سمنه، مع ان ده كله بتشربه في الاخر. يعني هوريكم التسويه، هوريكم كل حاجه، هتلاقي ان هي هتشربه في الاخر. اهم حاجه انا مش عاوزه الحروف عندي تبقى متنيه، الحروف تبقى مفروده. معلش في حاجه تانية برضو عاوزه اقول لكم عليها. انا دلوقتي انا حاسه ان هو كده ايه هيبتدي ينشف معايا من على الوش، هاخده هحطه جوه السمنه مش هيجرى له اي حاجه. طبعا السمنه احنا متفقين ان هي دافيه مش سخنه، فانا هجيب كده طالما مش مغطياه هغطسه جوه السمنه معايا مش هيجرى له اي حاجه اهو، واخد واحده واحده ومش هتلزق في بعض ولا اي حاجه خالص. وهوريكم برضو دلوقتي لما اجي اخده
ده بل بالعكس هيساعدني ان هو على الفرد يعني. طبعا هو زي ما انتوا شايفين طلعته، هعمله مش هيجراله اي حاجة. زي ما انتوا شايفين اهو لالاوي انا شايفاه حلو كده. هعمل كمان واحدة اللي هي الطبقة بقى اللي على الوش اللي هي هتبقى اخر واحدة. هعملها، هحاول بقى ان انا ما يبقاش فيها اي قطع ولا حاجة، مع ان برضو مش هيبان، ولو اتقطعت هعمل غيرها. هحاول اعمل كده واحدة وهنبتدي بقى ان احنا ايه، اعمل بقى صينية تانية. بس دي هتبقى اخر طبقة بقى، خد احطها كده اهو. برضو زي ما قلت لكم احاول افرد الحروف عشان ما تبقاش تخينة في الاخر. برضو هرش عليها حبة سمنة كده من على الوش بس، وهركنها بقى لحد ما اخلص كله. طبعا زي ما انتوا كده شايفين انا خلصت كده، انا عملت صينيتين من الكبار وصينية صغيرة. دلوقتي بقى هجهز انا حاجة يعني بحطها على الوش بتخلي طعمه تحفة. بصي يعني انا ببقى محوشة الوش بتاع اللبن، فلو انت ما عندكيش وش اللبن ممكن تجيبي كوباية زبادي. ادي زي ما انتوا شايفين كده هجيب كوباية زبادي على وش لبن وهفضيه كده مع بعضه. الاول دي اول واحدة انا عملتها، طبعا انا كده سبتها خالص لحد ما هي تهيت يعني خلصت كله، فهتبقى سهلة بقى ان انا افرد كده معايا تتفرد معايا بكل سهولة اهو. هنعمل الباقي برضو وبعد كده اقول لكم بقى نحط الزبادي والحاجة على الوش التانية اهي. بحاول بس اسويها وادي الصغيرة اهيت دي انا عملتها بقى عشان انزلها لحماتي هي وماما ايفا. ما تقوليش بقى السمنه كتير، احنا متعودين على كده ان السمنه في الفطير كتير، وبعدين ده كله هيتشرب يعني. هنبتدي بقى ان احنا نعمل كده مع بعض. زي ما انتم شايفين ادي الزبادي بوش اللبن ده، على فكره هيعمل معايا وش جميل جدا وهوريه لكم بعد ما تستوي. طبعا هما في الفلاحين بيحطوا قشطه من على الوش، فدلوقتي انا ما عنديش القشطه اللي هي الفلاحي، فبحط مكانها الزبادي كوبايه زبادي وزي ما انا وريتها لك كده. واعمليها برضو هعمل هنا هتفرق معاكم على فكره في الطعم قوي قوي قوي. وهعمل الصغيره زي ما انتم شايفين كده. الفرن انا مولعاه من بدري بيسخن. هبتدي بقى ان انا احط فيه. بصوا بقى هو في حاجه في الفلاحين بيعملوها بس مفيش حد يضحك عليا، في حاجه اسمها ملتوته. الملتوته دي بيعملوها بالسمنه اللي بتفيد منهم دي، احنا يعني بنعملها. ادي السمنه اللي فاضت من مطرح ما عملنا الفطير. طبعا انا مش هينفع احطها في حاجه تاني، فانا هجيب برضو كوبايه زبادي هحطها عليها كده زي ما انتوا شايفين وهقلبها كويس قوي ببعض. هقلب كده كله ببعضه وهشوف بقى على قد ما تاخد دي هديها. هي بتبقى تقيله شويه بس بيبقى طعمها في الاخر جميل جدا. بتبقى عامله زي العجينه كده، مش عجينه بس هي بتبقى دسمه بقى، يعني ده اللي يقدر ياكلها. ده بالنسبه للناس اللي هي واخده على انا بقول لكم عليها ديت اللي هي الملتوته.
اه زي ما انتوا شايفين كده، عارفين يعني هي شبيهة كده لعجينة البسبوسة يعني، لو انتوا بس دي بتبقى تقيلة على فكرة قوي، لان بتبقى كلها سمنة وزبادي بس، وممكن تحطش كوبايتين زبادي يعني، انا بس عشان انا ما فيش عندي غير كوباية زبادي. بس اسويها كده، عاوزة خدات تخينة كفاية كده، مش يعني مش لازم اخبر عن كده، بس اسويها كده. زي ما انتوا شايفين انا كده خلصتها، مستنيه بقى انا طبعا حاطه في الفرن هوريكم. وطبعا من هنا على اعلى حاجه، طبعا الفرن لازم يبقى على اعلى حاجه زي ما انتوا شايفين اهوت اهو. هسيبه بقى لما يخلص خالص، المفروض ان احنا ما نفتحش عليه يعني. انا هقول لكم يعني على شويه حاجات كده، عشان اقول لكم على شويه حاجات عشان ينجح معاكم. طبعا لازم النار تبقى عاليه جدا عليه على اعلى حاجه. نفتحش الفرن كل شويه غير لما نيجي بس نشوفه ان كان احمر ولا لا. بالنسبه للعجينه، العجينه تبقى مش ناشفه معايا ولا خفيفه قوي عشان تشرب معايا سمنه. لازم نسيبها ترتاح على الاقل ما بين كل يعني، بعد العجن اسيبها ترتاح، بعد ما اقطعها صغير اللي هي الحلقات هسيبها ترتاح. مش اقل من ربع ساعه يعني، مش اقل من ربع ساعه تلت ساعه. ونفس النظام لما اجي برضو عشان احط، وبعد ما اخلص خالص اقوم فرده زي ما انتوا شفتوه. ده كله ينجح معاكم الفطير او اي عجين انتوا عامه يعني بيتعجن معاكم. طبعا نحط كده مع بعض، شايفين عامله ازاي. والتانيه الصغيره صغيره اهي، طبعا هسيبها بقى مش هفتح عليها لما تحمر خالص. طبعا كده زي ما انتوا شفتوا يا جماعه خلصنا اهوت زي ما انتوا شايفين. طبعا عملت ثلاث فترات. بصوا هو كده خدت 2 كيلو وشويه يعني انا كنت حاطه 2 كيلو وكسور، مش 2 كيلو ونص، ما يحصلوش 2 كيلو ونص، نقول 2 كيلو ونص مثلا. وهنا دي زي ما قلت لكم، دي الملتوته دي اللي بتتعمل بالزبادي وبواقي السمنه دي، يسالوا عليها اي حد من الفلاحين من ناحيه الزقازيق هيعرفوها. زي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا هنقدم بقى معاه المفروض الحاجات اللي بتتاكل معاها، عسل ابيض، عسل اسود، عندنا ايه تاني بيتاكل معاه، جبنه حادقه. هقدم السفره وهرجع لكم. طبعا كده يا حبيبي احنا خلصنا زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم ممكن تقدموا معاه عسل ابيض او عسل اسود، او في اللي بياكل جنبه جبنه حادقه. انا عاوزه اوريكم بس شكل الجبنه من جوه عامل ايه. شوكه وسكينه، شوكه وسكينه. بس بعد شوف بتتعمل ازاي. ها يعني هوريكم برضو الفطيره. هاتي حته اهو زي من جوه. الله، واو، احلى فطير فلاح. انا اقطع نص بس كده. هاتي يا مريم، هاتي فوق الطبق. افتحيها بقى، ايوه من ايديها كده. واو، هي الجبنه مش من بره بس يا جماعه، اوبا، بره وجوه. جبنه فلاحي يعني. وادي الفطير الفلاحي، والعسل النحل ده برضو من الفلاحين يا جماعه زي ما انتم شايفين. وادي زي ما قلت لكم دي الملتوته اللي بتتعمل بالسمنه الفايده. طبعا السمنه الفايده دي احنا مش هنعمل بيها حاجه، فدي حاجه كده بنعملها جنبها بالزبادي. يا رب تكون الطريقه عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو وقدرت افيدكم بحاجه، يا ريت الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والشير برده. وباي باي باي.